في المحاضرة الثانية راح ننتقل إلى موضوع جديد اسمه تقدير الكلفة Cost Estimation، واللي راح يمثل لي الفصل الرابع بالكتاب العربي والفصل الخامس بالكتاب الإنجليزي اللي راح أرفقه ويا إن شاء الله هاي المحاضرة. بالنسبة لل Cost Estimation، أي مصنع إحنا نريد نشيده لازم ناخذ بنظرة اعتبار إحنا وإحنا راح نحقق هدفين رئيسيين: نوفر فرص عمل للناس، هذا الهدف الأول، والثاني نوفر الربح المنشود من إنشاء هذا المعمل، بما أنه أي ربح ما يكون هو ربح صافي إلا بعد ما نقص من عنده الضرائب والمصاريف اللي صرفناها حتى ننشئ ننتج هذا المنتج. إذن فلازم المهندس يكون ملم بكل العوامل اللي راح تأثر على كلفة الإنتاج وحجم الاستثمارات اللي لازم أوفرها أنا لتشييد هذا المعمل. فهذا راح ننتقل إلى منو Factor Affecting Investment and Production Costs، معناها العوامل التي تؤثر على رؤوس الأموال اللي لازم استثمارها وكلفة الإنتاج الكلية. أول عامل هو مصدر الحصول على الأجهزة والمعدات الخاصة بالمعمل الموجود عندي. طبعا هنا يدخل بيها أكثر من عامل، يدخل بيها هل إنه هذه الأجهزة اللي راح استخدمها جديدة أم مستخدمة. إذا كانت جديدة فبالفعل راح تكون كلفتها عالية، لكن بنفس الوقت ويا الكلفة العالية راح توفر لي سعة جيدة، معدل وطاقة إنتاج جيدة، وأيضا بنفس الوقت راح يكون عمرها التشغيلي أطول. إذا كانت مستعملة راح يكون عمرها التشغيلي أقصر، سعتها وطاقتها الإنتاجية أقل، لكن بالنتيجة هاي الفروقات لازم أشوف أنا من الأفضل بالنسبة إلي. نرجع إلى نقطة أساسية ثانية، هل إنه هذه الأجهزة اللي أنا أريد أوفرها لهذا المعمل هل هي محلية الصنع أو مستوردة؟ إذا كانت محلية الصنع راح تكون أفضل من المستوردة لعدة أسباب. أولا محلية الصنع راح تكون أقل كلفة من الأجهزة المستوردة بسبب كلفة نقل الأجهزة المستوردة من البلد الآخر للبلد اللي أنا موجودة به، وبنفس الوقت الضرائب والجمارك اللي تفرضها الدولة على الأجهزة المستوردة حتى أدخلها المن للبلد المفروض نشئ به المعمل، بالإضافة إلى أنه إذا استخدمت أنا أجهزة محلية الصنع فراح تكون المواد اللازمة لصيانة هذه المواد الأجهزة مستقبلا سهلة ورخيصة، سهلة الوصول إليها ورخيصة، راح تكون أفضل من ما لو كان شنو المواد هذه مستوردة من الخارج، لأن عندي لازم أجيب معناها شنو المواد الأولية اللازمة لصيانتها من الخارج، وهاي راح ترجع مرة جديدة نفرض كلفة نقل وكلفة جمارك وهالأمور هذه. هذه كل هالأمور لازم ناخذ نظر الاعتبار، يا أما يعني نتجه باتجاه زيادة رؤوس الأموال اللازمة لاستثمار لتشييد هذا المصنع أو تقليل رؤوس الأموال اللازمة لتشييد هذا المصنع، مع الأخذ بنظر الاعتبار شنو النقاط المهمة. ننتقل إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية تذبذب الأسعار (Price Fluctuations). طبعا من المعروف أنه سعر أي سعر داخل السوق، سعر أي سلعة داخل السوق هو سعر متغير مو ثابت. هسه بالظروف العادية، اوكي، اذا ما كانت عندي كوارث، اذا ما كانت عندي زلازل، اذا ما كانت عندي فيضانات وهذه الامور، خلينا نقول التذبذب بالاسعار راح يكون قليل. لكن بوجود مثل هالامور هذه اللي تكون خارج الطبيعية، اوكي، التذبذب بالاسعار راح يكون كلش شنو كبير. فسواء التذبذب للوحدات اللي لازم اوفرها حتى انشئ المصنع، أو التذبذب بالأسعار اللي راح يرافق إنتاج هذه المادة من مواد خام وغيرها وغيرها، المهندس الشاطر هو المهندس اللي يكون على دراية بآخر الأسعار أول بأول، حتى شنو يكون يا أما العفو حتى دائما يكون باتجاه ماشي إنه أحقق الربح المنشود بغض النظر عن الظروف الموجودة عنده. ننتقل إلى النقطة الجديدة اللي هي شنو يقصد بها هنا Company Policies، سياسة الشركة. شنو نقصد بها سياسة الشركة؟ سياسة الشركة هنا تنقسم إلى قسمين رئيسيات وفقرتين مهمة: سياسة الشركة من حيث السلامة الصناعية والأمان، وسياسة الشركة من حيث اتجاهها في اتجاه نقابات العمال.
شنو السلامة الصناعية والأمة؟ السياسة إذا كان المعمل، وإحنا ذكرناها سابقا بالمحاضرة الأولى، يتعامل مع عوات خطرة، فلازم هنا نتوفر السيفتي والسلامة الصناعية للعمال على درجة عالية. الدرجة العالية تعني التكاليف المرتفعة، التكاليف المرتفعة تعني رؤوس العمال الكبيرة اللي لازم استثمارها حتى نشيد هذا المصنع، وهذا الشيء راح يعتمد على من؟ على نوع المادة المنتجة. أما تكون المادة المنتجة يعني تتعامل ويا مواد ما تحتاج هذا الأمر، أو نتعامل ويا مصنع لا يحتاج توفير سلامة صناعية وأمان بتكاليف مرتفعة، فهنا راح نكون المعمل حسب طبيعته، أما نتجه باتجاه زيادة رؤوس الأموال حتى نوفر سلامة صناعية للعمال، أو نقلل رؤوس الأموال إذا كان هو المعمل مو خطر، فتكون عندي هنا بتوفير سلامة صناعية بسيطة، أو بالأمور العادية مثلا ممكن الشخص يلبس كمامة بسيطة، الخوذة الاعتيادية، السيفتي، عفو، البوت السيفتي مالت الخاص بالمهندسين، هذه الأمور بسيطة. بس أكو لا، أكو أمور كلش تكون غير شكل على درجة أعلى، بحيث لازم توفر طفايات بهالقد على هالقد، لازم يتوفر نوع مو طفايات اللي تستخدم سياتو، لازم تتوفر فوم، وأكو لا نوع من الحريق يحتاج غير مواد أخرى، فهذه كلها تحتاج إلى شنو؟ شركات متخصصة. فهذا يا أما قلنا سياسة الشركة، أما ترفع رؤوس الأموال الكلية لازم استثمارها، أو تقلل حسب طبيعة المعمل. النقطة الثانية، سياسة الشركة في اتجاه نقابات العمال. شو نقصد بها هنا؟ نقابات العمال دائما تريد تأمين صحي للعمال، دائما تطالب بزيادة رواتبهم، دائما نطالب بتوفير بيئة العمل المثالية للعمل. هذه الأمور طبعا ما موجودة يمكن عندنا، لكن موجودة بالخارج. فإذا كانت سياسة الشركة هي باتجاه الاستجابة، راح ترتفع التكاليف. إذا كانت سياسة الشركة لا بتوفير المينيمم اللازم للعمال، فهنا راح تكون خلينا نقول نوعا ما رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار أقل من الحالة الأولى حسب طبيعة الشركة في الاستجابة أو عدم شنو الاستجابة. ننتقل إلى النقطة الجديدة، Operating Time and Rate of Production، زمن التشغيل ومعدل الإنتاج. هذا حتى يكون واضح راح ننتقل إلى منو؟ إلى الرسم. قلنا سابقا في المحاضرة اللي فاتت أن الكلفة الكلية للإنتاج تشمل الكلفة الثابتة Fixed Cost، واللي راح تبقى ثابتة بغض النظر عن المعمل اشتغل أو ما اشتغل. ليش؟ لأنها تعتمد على ثمن الأرض وثمن الوحدات اللازم إنشائها والإكسسوارز الخاصة به، فهذا راح يكون سعر ثابت سواء اشتغل أو ما اشتغل المعمل. فمثلته بخط مستقيم أفقي وكتبت فوق فيكس كوست. النوع الثاني من الكلفة هو الكلفة العاملة أو الكلفة المتحركة، واللي يسموها working cost. هذه ترتبط ارتباط مباشر بالإنتاج، فإذا زاد الإنتاج زادت الكلفة، وإذا قل الإنتاج قلت الكلفة. وبما أنه بالنتيجة الكلفة الكلية تساوي لي الكلفة الثابتة زائدا الworking، أوكي، فهنا مثلت الكلفة الكلية على الرسم البياني بالشكل التالي، هذه total cost، هاي الكلفة الكلية، وهاي شنو؟ الكلفة الثابتة. داخل الكلفة الكلية راح شنو قلنا؟ الثابتة زائد الworking. نجي إلى المدخولات. من المعروف أن المدخولات تتناسب تناسبا تضني مع كمية الإنتاج المنتجة من المادة، فهنا أنا شو راح أمثلها على الرسم؟ راح أمثلها بخط مستقيم بزاوية 45 درجة تتناسب طرديا، يعني زاد الإنتاج زادت المدخولات، قل الإنتاج قلت المدخولات بهالشكل هذا. فلهذا شنو أنا رسمتها خط مستقيم بزاوية 45. إذا لاحظنا الرسم صار بيه ثلاث مناطق، المنطقة الأولى، المنطقة الثانية المتمثلة بالنقطة، والمنطقة الثالثة المتمثلة بهذا الجزء. المنطقة الأولى هنا شنو نلاحظ؟ تقول total product cost، كلفة الإنتاج الكلية أعلى، يعني هي صارت أعلى،
اوكي بالرسم اعلى من المدخولات، يعني معناها اذا انا عندي قلم جاي يكلفني 1500 دينار ابيعه بالسوق بألف دينار، هاي يسموها المدخولات، الألف دينار مدخولات، معناها انا شنو جاي يصير عندي خسارة. فيقول بهذا الجزء من الرسم المعمل جاي شنو يصير بيه خسارة، لان الكلفة الكلية للانتاج من 1500 اعلى من كلفة البيع او كلفة المدخولات اللي هي 1000 دينار. ننتقل الى منو؟ الى المنطقة الثانية. هذه النقطة شو اسمها؟ اسمها البريك ايفن بوينت، نقطة التعادل. بمعنى شنو؟ بمعنى انه انا جاي انتج ب 1500 دينار وجاي ابيع ب 1500 دينار، المدخولات 1500، كلفة الانتاج 1500، معناها عندي هنا لا ربح ولا خسارة. وهذه المصطلح مهم تعرفونه، لان يعني بعدين راح نعرف شلون نحسب هذه النقطة، يسموها البريك ايفن بوينت، نقطة التعادل. ننتقل الى الجزء الاخير من الرسم، اوكي، اللي هو وين؟ فوق النقطة. هذا الجزء شنو جاء الاحظ؟ ننتبه انه المدخولات اعلى من كلفة الانتاج الكلية، هذه المدخولات اعلى منين؟ اعلى من كلفة الانتاج الكلية المتمثلة بهذا المنحني، يعني معناها انا عندي هاي المنطقة منطقة ربح، يعني المعمل جاي يربح. لكن اللي جاء الاحظه انه ويا زيادة التقدم من زين بهذا الجزء راح ترجع شنو يصير عندي خسارة، يبدي يرجع مرة ثانية شنو يصير بالمنحني. طبعا كل ما زاد المنحني اتساعا، كل ما زادت هذه المسافة هنا اتساعا، معناته شنو عندي هنا؟ الربح جاي شنو يزداد. من تبدي تقل المنطقة معناها الربح جاي شنو يبدي راح يرجع يتناقص. فهنا اذا تلاحظون تقريبا تقريبا افضل ربح راح يكون بهالنقطة هاي، لان هي اكثر اتساعا، بعدها راح يرجع شنو يصير عندي اكو ربح، بس الربح يكون شنو اقل. اللي جاي يصير هنا شنو السبب بيه؟ ليش الربح وصل الى مرحلة اوكي ورجع مرة ثانية يتناقص؟ هذا الجزء من المعمل شنو معناته؟ معناته انا قمت شغلت المعمل بطاقة انتاجية اعلى من طاقته، فاللي راح يصير عندي الوحدات جاي تشتغل بسعة اعلى من سعتها، اوكي، فهذا راح يستهلك عمرها، تبدي عطلاتها تكثر. بنفس الوقت هذا انت سعة 50 لتر جاي تشتغل 60 لتر، العشرة هذه وين راح تروح؟ راح تطفح بالاجهزة، عفوا تطلع من هذه الاجهزة. شو السبب؟ لي سبب لي التلوث داخل المعمل، حتى اصلح هذا التلوث او حتى اتجاوز هذه المشكلة لازم اصرف اموال. فما هالاموال الزيادة منين تجي؟ راح تجي من الربح، لان احنا شنو قلنا الربح؟ الربح هو المدخولات ناقص كلفة الانتاج، كلفة الانتاج بدها تظهر بها مشاكل، اللي هي الخراب اللي جاي يصير عندي بالوحدات، مشكلة التلوث هذه موجودة. بالاضافة الى هذا المشكلتين راح عندي شنو نقطة ثالثة اللي هي ما راح اللي هي خلينا نقول تظهر بهذا الجزء من الرسم، انه انا حتى شغل المعمل بطاقة انتاجية اعلى معناها لازم اشغله المن لساعات اكثر. ممكن انزين هاي الساعات الاكثر تجيب من عندي اجور عمال اكثر، اجور المهندسين اكثر، اجور المشرفين اكثر، وهكذا راح تزداد شنو كلفة الانتاج. فهنا هذا كله من راح اقصنا؟ راح اقصنا من الربح اللي هو شنو قلنا؟ المدخولات ناقص كلفة الانتاج الكلية. فهنا دائما يفضل وين يشغل المعمل؟ يشغل المعمل عند هذه النقطة اللي هي افضل ربح المن للمعمل، وانا اضمن انه يستمر لفترة طويلة وبمعدل يعني خلي يكون معدل الانتاج مستقر، افضل ربح احسن من ما اطلع المشاكل اللي انا ذكرتها قبل شوية. النقطة الاخيرة هي سياسة الدولة، government policies. من شو نقصد بسياسة الدولة؟ سياسة الدولة دائما متمثلة بفرض القيود، الضرائب، الجمارك، هاي الأمور كلها، أوكي، رسوم الإنتاج على هذا على المعمل أو المنتوج الموجود عندي. فهنا أما الدولة تكون داعمة للمنتج، أوكي، او ما نقول محاربة، وانما تفرض قيود وضرائب وجمارك على هذا المنتج بحيث عندي شنو راح تزيد الكلفة مع الانتاج. فاما تكون داعمة
فتقليل كلفة الإنتاج بتقليل الضرائب والقيود والرسوم الجمركية، أو تكون خلينا نقول تفرض عليه قيود وضرائب وهالأمور هذه. حتى تكون الصورة أوضح، أوكي، في فترة من الفترات بعد 2003 كانت الدولة تجهد باتجاه شنو؟ دعم المستورد، سواء كان صناعات غذائية أو ملابس أو غيرها من الأمور. اللي صار هنا شنو؟ أصبحت السلع المحلية، أوكي، كلفة وصولها بالأسواق بسعر أعلى من السلعة المستوردة. هناك مفروض عليها ضرائب وجمارك، وهي جاي تجي تباع عندي بالأسواق بسعر أقل من السعر السلعة المحلية الصنع. في فترة من الفترات بعدها اتجهت الدولة إلى دعم منو؟ الفلاح. واحد من الناس اللي تأثر بهذا الموضوع هو الفلاح اللي عزف عن الزراعة. ليش؟ يعني المنتوج مالته ما جاي يباع، يعني خلينا نقول الطماطة أو الرقي أو هاي الأمور كلها كمحلية الصنع. اوكي، هسه انا شوية ابتعدت عن الموضوع اللي احنا كنا نتحدث عن المعامل والمشارع والمصانع وهالامور هذه، بس حتى يكون المثال اوضح. في فترة من الفترات عزف الفلاح عن من؟ عن الزراعة، يعني الدولة ما دعمته. لكن من بدأت الدعمة بالاسمدة، بدأت الدعمة بالمبيدات الحشرية، بدأت الدعمة انه تنطيهم الاراضي يستثمروها وتستقطع من عندهم جزء معين على يعني او على خلينا نقول عدد محدد من السنين، أصبح المنتوج المحلي باتجاه أنه يقدر ينافس المنتوج المستورد. فهذا اللي يقصد به أنه المعمل، أوكي، إذا مثلا عندي اللي هو نرجع حمينا مثلا خلينا نقول وحدات محلية الصنع أو وحدات مستورد اللي هو أكون أو أشيد بها المصنع، هنا نجي تدخل بها حمينا أيضا مواد وقطع الغيار. إذا كان محلية الصنع تفرق، وإذا كان هنا خلينا نقول مستورد تفرق. ف الموضوع كله في اتجاه، أما تكون الدولة داعمة أو أنها تفرض قيود وضرائب وجمارك، فتكون هذه كلها الأول من الأمور والعوامل تؤدي إلى زيادة سعر المنتج الخارج من هذا المعمل. لهنا ننتهي الجزء الأول من المحاضرة.